سمعنا مشاكل مواطنينا من السودان، لان انتوا اهلنا واحنا امتداد واحد، فيعني احنا سعداء بان احنا نسمع هذه المطالب، وان شاء الله احنا هنوصل كل مطالب سيادتكم. واحنا يشرفنا ان انتوا اصلا اختصتونا بان انتوا تقولوا لنا الكلام ده، واحنا سعداء لان احنا حاجه واحده، واحنا عمرنا ابدا مصر عمرها ابدا ما تعاملت مع اي مواطن افريقي او غير افريقي على انه ضيف. دايما بنتعامل، احنا ما عندناش مخيمات لاجئين وما عندناش كل الكلام ده، لان اي حد بيدخل مصر هو بيعامل على ان هو زيه زي المواطن المصري، ما فيش فرق بيننا وبينه، فما بالنا بشعبنا الواحد شعب وادي النيل. احنا بنتشرف اصلا بوجودكم معانا، ومبسوطين النهارده باللقاء المشرف ده اللي انا شخصيا حقيقي منبهره بيه، يعني ما يعني فوق مستوى تخيلنا الحقيقه. احنا مبسوطين جدا بحضراتكم وسعداء بيكم. نشكركم على الاستضافه الكريمه دي. شكرا. السادة أعضاء مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس الشيوخ، السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، السيد رئيس حي الجيزة ممثلا عن محافظة الجيزة، السيد مدير منطقة التعليم بالجيزة، السادة الحضور الكريم، السيد السفير محمد الياس وطاقم السفارة السودانية، السادة الحضور، السادة الأساتذة الأجلاء، يسرني وإصالة عن نفسي وعن الجالية السودانية في جمهورية مصر العربية أن نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الموقع التعليمي الراقي الذي يحمل اسم الشهيد محمد أحمد سيد إبراهيم. بوجود السادة الأفاضل أعضاء مجلس النواب، أهلا بحضراتكم. أما بالنسبة للإخوة السودانيين فأنا مش هرحب بيهم، أنا أقول لهم أنتوا أصحاب المكان وإحنا عليكم ضيوف. أنا بتقدم بخالص الشكر للأستاذ مجدي وللأستاذ ناصر أني أنعم علينا باختيار مدرستنا لاستضافة حضراتكم. أهلا بيكم في المكان، إحنا الضيوف وأنتوا أصحاب المكان. وفعلا أكدنا على أننا شعب واحد في هذا العمل المتكامل الذي اشترك فيه الجميع. تشرفنا بقيادتكم، تشرفنا بزيارتكم، وتشرفنا بكل العمل الذي قدمته لنا. نحن عاجزين عن الشكر، والله عاجزين عن الشكر. كل هذا التنظيم، كل هذا الترتيب كان معنا غير التعليم حقيقة، يعني وقفوا معنا، ما احتجنا لشيء إلا وقدموا لنا في الحال. لكم الشكر ولكم التقدير، ونعجز عن التعبير ونقول أن هذا المركز كما ذكر أخ السفير هو أكبر مركز في الداخل والخارج.